خبرينا عن شركتك. شركتي اسمها DNJO99، تحمل الحروف الأولى لعائلتي، و99 هي اسماء الله الحسنى 99، والاسم عبارة عن دعاء ربي يحفظ لي عائلتي. احنا بوتيك شامل يختص بملابس النساء والفتيات الصغيرات، وفي نفس الوقت انا عندي برنامج اسمه برايدل لايف كوتشنج، اللي هو دورات تطوير ذات للعروس، نجهزها داخليا وخارجيا، وعندنا كولكشن العرايس، ومع في نفس الوقت انا ادرس تصميم ازياء في نفس الوقت، فهو بوتيك متكامل فيه كل شيء، يعني كل ما تحتاجه للمراه. وشو فيك تخبرينا اكثر عن الديزاينات اللي بتعمليهم انت؟ ديزايني وايد مستوحاه من الطبيعه ومن الزهور، بتلاقي التطريز اللي هو اليدوي والشغل اللي هو كله الروزز والتطريزات، هاي كلها موجوده كامبريشن او كقطع متواجده في المحل، مزج ما بين الستايل الخليجي والاوروبي في نفس الوقت. شو اكثر هيك فيك تخبرينا عن الكولكشن اللي جبتيه معك لهون على برايد دبي؟ كولكشني كان العرض الازياء الاخير كان عندي في يوم المراه العالمي، كان عندنا فاشن شو اسمه فاشن فور اول، نجيب نساء من حول العالم باختلاف الاجناس والاشكال والاعمار يلبسون ان كل مراه جميله مثل ما هي، فهذا هو كان المسج، فهذا هو كان كولكشن 2013 اللي انا الحين منزلته في معرض العروس. وشو عم تحضري للمستقبل كمان؟ المستقبل ان شاء الله الحين عندنا هذا الكوليكشن بيمشي لين عيد الفطر، لين رمضان، ومن بعدها بننزل اللي هو عيد الاضحى، وبعدين بننزل على السنه الجديده نهايه السنه اللي هو كوليكشن 2014. وشو في شيء هيك سبيشل محضرتيه للبرايدز اللي عم يجوا لعندك بهالمعرض؟ البرايدل انا اول مره في برايد شو انزل البرايدل كوليكشن، عندي مثل ما قلت لك ستايلي خليط ما بين الستايل الاوروبي، نستعمل وايد الدانتيلات والاشياء الديليكيت الراقيه مع التطريز، لان احنا الخليجيين وايد نحب التطريز والشغل واللولو وهالاشياء يعني. وكمان شو بتحبي تقولي ككلمه اخيره خلال قناه شاشتي بلس؟ شاشتي بلس اقول لكم شكرا على استضافتكم لي.